أصدقائي السلام عليكم. اليوم معنا في هذا الفيديو الجديد كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الميتريكس. اليوم غادي نشوفوا الشرح ديال الميتريكس وشنو كنخدموا بها وفاش كنحتاجوها. أولا حنا ككهربائيين كنحتاجوا الميتريكس، فأننا نعرفوا واش الضو كاين أولا ما كاينش، واش نعرفوا 220 ديالنا واش كاين عندنا ولا ما كايناش، واصل الضو ولا لا، أو في حالة ما توضر لنا شي خيط وبغينا نعرفو واش هو ولا ماشي هو تنتيستيو بيه. بالنسبة كما كتشوفوا معايا هذا واحد النوع من الميتريكس موجود بزاف عندنا احنا هنا في المغرب، الثمن ديالو تقريبا 70 75 على حساب 75 درهم بطبيعة الحال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا هذه الماركة ديال الماتريكس، وفيديو جاي ان شاء الله نشوفوا شي ماركه اخرى تاي نديروا عليها الشرح ديالها ايطاب باغ ايطاب. المهم الا كنا بغينا نعبروا الضو ديالنا واش كاين ولا ما كاينش، تنضبطوها في الاك فولت 750، اك فولت 750 تتكون حتى في هذا الاتجاه هذا اك فولت 750. بالنسبه للكابل هادو تنخشي واحد في الفول واحد في الكومباين. هاد الكابل الثالث هذا ما كنديروهش، سبع لهنايا ما شفتو هاد جوج لي بورن هادو، و تنشدو الميتريكس ديالنا. اول حاجه اللي بغيت ننبه عليها انك بلي تكون كتعبر في لي كابل ما تشدش لي كابل، ما تشدش من لي كابل بحال هكا وتمشي تتعبر. الا مشيتي هكذا كون اكيد ان الضو غادي يضربك، يعني كتبع عاد كتشد من هنايا بحال هكا كتمشي تتحط تشوف الضو ديالك واش كاين ولا ما كاينش. نقرب لك الميتريكس باش يبان لكم الضو. اذا هنايا كاين الضو كما تشوفوا معايا. كاين واحد البوطون في الجنب قبل ما ننسى، بالنسبه لهذا البوطون هذا كتفيكسه، الى ضغطتي عليه راه كتفيكسه شتيها. انا واخا حيدت الضو راه كتفيكسه، الا بغيتيها ترجع عاديه كتعاود تضغط عليه صافي كترجع عاديه. ولا كان الا كنتي ضاغط عليه مورك عليه ومشيتي تتعبر راه ما غاداش تعطيك، فوال ما غاداش تعطيك. خصك حتى تحيد هاد تفك هاد الزر اللي كاين هنا. دابا غادي نشوفو كيفاش اذا بغينا مثلا واحد المثال، مثلا عندنا هذا الخيط هذا بغينا نعرفوه واش هو ولا ماشي هو. هلا جوج اللي قال لي كابل جايين عندنا بغينا نعرفوهم. اول حاجه ملي تبغى تعرف في الكابل خصو ضروري يكون ملاقي من هنا، وتجي تضبط الميتريكس ديالك على هذا العبار هذا في كين اتجاه ديال الباف هنايا، باش تيستي الميتريكس ديالك واش تتصون تسمع هاد الصوت هذا بحال هكا. فوالا دابا هاد الكابل هذا غادي نعبروه ونشوف واش هو نيش. ها هو كما كتشوفو ها هو هذا الكابل عادي. انا غادي نعبر هاهي تتصوني. في حالة الا ما كانش هذاك الكابل هو راه ما غاداش تصوني. معلومة اخرى الدراري اللي بغيت نشير لها هو انه في بلي كتكون تيستي في الخيوطة ما خص الضوء يكون ديز، لانه مثلا هذا الكابل هذا الا كان ديز فيه الضوء وجي عبرتو انا هاكا تقدر تضرب لي الميتريكس ديالي. المهم هاد القضية هادي خصكم تردو ليها الباب. بالنسبة لهاد الميتريكس راه ممكن تبدل ليها الحجرة ديالها، انا غادي نحلها ونوريكم الطريقة كيفاش تتبدل. تيكون عندها واحد الفيس هنايا تتحلو
و غالبا هي تدخل على البطارية، ما خصكش تخليها شاعلة، تبيتها شاعلة ولا شي حاجة، حيتاش فيها واحد الحجرة راها تتخبو. بالنسبة لهاد الحجرة راها تكون عند دروبلي، تكون عند دروبلي، تدير واحد 5 دقيقة ممكن تبدلوها. هاي كما تشوفوا انا سبق لي وبدلتها. المهم الدراري، كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. إيه إلى